زار الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الثلاثاء الزميل طارق الحمادي المذيع بقناة أبو ظبي الرياضية الذي يرقد حاليا في مستشفى مدينة خليفة الطبية لتلقي العلاج الطبي. واطمأن سمو ولي عهد أبو ظبي على حالته الصحية معربا سموه عن اهتمامه ومتابعته بتطورات وضعه الصحي داعيا الله العلي القدير أن يمن عليه بالشفاء والصحة وأن يعود قريبا لأسرته ومزاولة مهام عمله. من جانبه أعرب طارق الحمادي وذووه عن تقديرهم وامتنانهم لسمو ولي عهد أبو ظبي على هذه اللفتة الكريمة التي تعبر عن حرص سموه والقيادة الحكيمة لدولة الإمارات على التواصل مع أبناء الوطن والتفاعل معهم في السراء والضراء. مبادرة ولفتة كريمة تؤكد على أننا أسعد شعب في العالم. وقد انفجرت أسارير الوسط الإعلامي بتحسن حالة زميلنا طارق الحمادي وخروجه من العناية المركزة بعد استقرار وضعه الصحي. وقد أكد والد طارق السيد حسين الحمادي أن حالة ابنه في تحسن مستمر بعد أن تجاوز المرحلة الحرجة التي مر بها منذ دخوله المستشفى في 11 من يناير الحالي إثر تعرضه للاختناق في الاستوديو أثناء تقديمه برنامج هنا أبو ظبي. وظهر طارق اليوم لمعنويات عالية خاصة بعد زيارة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة له واطمئنانه على وضعه الصحي.